ابو عدنان، كلنا موجودين الان حتى اخواننا الخليج، نشكر اهل السعوديه واهل البحرين واهل قطر والامارات والبحرين، كلهم اخواننا في بيت واحد. نودع الفقيد الله يرحمه ويطمد روحه الجنه، والحمد لله على كل حال ما في فرق بين سني وشيعي، كلنا اخوان مسلمين. هذا الرجل لم ينسى بالنسبه لي، يعني انا اعتبره الاب الروحي بعد ما يعني يا ما علمنا المسرح وعلمنا، ولنا ذكريات معه بسيف العرب في لسان المناخ، فرحة امه عبد الحسين في القلب لم ننساك يا ابو عدنان، مذروحة الجنة يا عبد الحسين. اتمنى ان شاء الله ان يصبر اهلها الصبر والسلوان، نحط ايدنا على اخونا عدنان وبشار، عسى الله يعطيكم العافية وان شاء الله ترفعوا اسم ابوكم عاليا دائما ان شاء الله يا رب العالمين. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكان. علم الناس شنو يعني فن وشلون يحترمون الفن. احنا اليوم اكتشفنا ان الفن محترم، كل هالحب وكل هال يعني الادعيه اللي احنا نشوفها وكل هالتجمع اللي انت تشوفه هذا احترام، هذا اللي احنا كنا ندور عليه في يوم من الايام، وبعدنا الله يرحمه وهو اللي حقق هذه المساله. طبعا فضل الفنان عبد الحسين عبد الرضا خساره كبيره للخليج، ليس فقط كونه فنان ولكن انسان بقامته وبثقافته وبفكره، وحد الخليجيين على حس واحد، وحد الخليجيين على هم واحد، على ضحكه واحده. المرحوم واكب تطورات المجتمع الخليجي والبيت الخليجي اول باول بكل تفاصيله، وبالتالي احنا ما نعتبره فنان فقط ولكن ممكن احنا نعتبره مصلح اجتماعي، قدم كثير من الانتقادات لحركة المجتمع، لتطور المجتمع، قدم فن راقي ويحمل فكر ويحمل ثقافة. كثير من الفنانين الخليجيين تتلمذوا على في مدرسة الراحل، حول الفن إلى وسيلة لتربية المجتمع، لتثقيف المجتمع، لإسعاد المجتمع. وإحنا نقول الكويت ولادة، وإن شاء الله يا رب من يسير على خطى هذا المرحوم والله يصبر أهله والله يصبر الكويت ويصبر الخليج، لأننا إحنا نعرف تماما أن عبد الحسين عبد الرضا هو فرد من كل أسرة خليجية وفي كل بيت خليجي وما يختلف عليه أي إنسان. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعزي أنفسنا ونعزي الأوساط الخليجية والعربية بالفقيد الأب أستاذ عبد الحسين عبد الرب. أقول حق الفريد بعد ما خالي الله يرحمك، أقول أقوم قوم غالي يا ريت اسمعني لو شويه بس. حبيبي يا وطن اقول يا غالي قوم تكفى، قوم قوم شوي وشوف العالم، شوف الناس غالي ما شاء الله مالك مدى زبره، الناس كلها تحبك. اي والله غالي كلها تدعي لك وتخبر لك يا رب. شوف يا ابو عدنان اللي جاي من المملكه العربيه السعوديه واللي جاي من البحرين واللي جاي من قطر واللي جاي من عمان واللي جاي من الامارات وغير وابعد وابعد وابعد. قوم يا خالي قوم شوف الناس ايش كثر تحبك. اي والله خالي انت بالقلوب حبيب القلوب ابو عدنان حبيب القلوب، الف رحمه ونور عليك سجل خالي. واخواني انا اقول للمره المليون هذا عزاكم انتم، ترى مو عزا غرباء ابو عدنان، أنا مو عزاء أهل عدنان، هذا عزاكم أنتم كلكم، عزاء أهل الكويت، عزاء أهل الخليج، عزاء الوطن العربي كافة، لأن أبو عدنان ذكراه موجودة في كل بيت، راح يبقى مخلد أبو عدنان للأبد، إي والله، راح يكون للأبد مخلد أبو عدنان، ألف رحمة ونور عليك تنزل خالي، ألف رحمة ونور عليك. Thank you.
اليوم نقدر نقول ان احنا خسرنا قامة كبيرة، قامة وقيمة انسانية كبيرة متمثلة في اسطورة الفن والاسطورة الانسانية ايضا في نفس الوقت، لان عبد الحسين عبد الرضا لم يكن فنانا فحسب، بل كان يسبقه قبل لقب الفنان لقب الانسان. انا عشت معاه وبداياتي كانت معاه، فبالتالي كنت الاحظ يعني الكثير من الأعمال الإنسانية اللي كان يقوم فيها. وكان دائما عبد الحسين عبد الرضا حريص على بلده، حريص على الكويت. كلما نفتح أي لقاء تلفزيوني نجده يتكلم عن البلد، وهذا شيء لله الحمد الآن قاعدين نلمسه من خلال وجود هذا الجمع الغفير في مراحل الدفن ومراحل الجنازة. هو كان صانع للفرح، وكان عبد الحسين عبد الرضا كان الكويت يمشي، الكويت يمشي على ريوله، كان ينظر فقط للكويت. وإذا كلامي في أي نوع من راجعوا كل مقابلاته تجدون كل مقابلاته يتكلم فيها عن البلد، يتكلم فيها عن الكويت. أنا بالنسبة لي مثل لي أشياء وايد، أنا بالنسبة لي الأبو والأخو وقف معي وقفات كان ما يفرق بيني وبين عياله. يعني مهما أقول ما راحوا في حقي أكيد، لأن بالنسبة لي يعتبر أنا أعتبر نفسي اليوم يتيم، خسرت إنسان كبير بحياتي. واحنا كلنا اخوان واهل، وعسى الله يرحمه، ونطلب له الرحمه والمغفره، وهذا حال الدنيا. وهو ما شاء الله جمعنا، وهو جمعنا لا، واحنا الحين مفروض كلنا نطلب له الرحمه، وعسى رب العالمين يتغمده بجناته، لان وعدنان هذا الانسان الطيب الشهم الرجل الكريم، يعني ولا ما شفت هالعالم. أعزي أهل الديرة وأهل الكويت وأهل الخليج والعالم العربي، فقدان العملاق، عملاق الفن العم أبو عدنان عبد الحسين، وأقول اللهم لا نسألك رد القضاء وإنما نسألك اللطف فيه. كان طال عمرك هو يزرع البسمة على وجيه الناس، وكان فنان عملاق وكبير وله مكانته بالوسط الفني على مستوى الوطن العربي، والله ندعو له بالرحمة، الله يرحمه إن شاء الله، الله يرحمه، الله يرحمه، ويكفي الجماهير هذه والحضور الطيبة هذه المشرفة، والله يستاهل أبو عدنان، والله يستاهل، الله يرحمه، الله يرحمه ويغمد روح الجنة. الشعوب العربية كل اللي يحبه، وعدنان هالة من المحبة، هالة من الصدق، هالة من العطاء، هالة من الالتزام. وعدنان كم من الفنون والفن، وعدنان إنسان كامل، إنسان بمعنى الكلمة، بما تسمو فيه كلمة إنسان، رحمة الله عليه.
إن شاء الله يعني مثل ما أسعدنا في حياتنا وأسعد الناس في حياته الله يسعده في آخرته. Thank you.